في نقطة يا دكتورة هبة، بيتقال إن التوحد بالذات ما بيبقاش عندهم استجابة لأي حاجة، فهل هي درجات يعني فكرة إنها تستجيب من وهي عندها 8 شهور يبقى إذن إن بيحصل استجابة، مش كل المرض ده منعدم الإدراك والاستجابة؟ حقيقي، وهو ده المهم برضو يا سهير، إن هي مش لازم كل واحد عنده تأخر في أي مهارة من مهاراته، مش لازم يبقى كل المهارات مقفولة، وهي دي النقطة، إن إحنا مش لازم الطفل ناخد الفكر النمطي، يعني لو ما كانتش الدكتورة أدركت من الأول إن بنتها متأخرة في شيء، وحطت عين راسها في الرمل، ولد بكرة تتكلم وبكرة تبقى كويسة، ودخلوها حضانة يمكن تفلح، والكلام اللي بيضيع وقت طويل جدا ده. أو ما دخلهاش مدارس عشان خاطر ما تاخدش منهم ما تتعلمش منهم، ولا يعني ما هي كل واحد كل ربنا مديله حاجات كتيره قوي، بس هو حتى الطفل المتاخر يعني انا من وانا في سن كام ادرك ان انا طفلي ده عنده مشكله؟ الدكتور عشان هي دكتور 8 شهور، انت عارفه ان في اختبارات نفسيه دلوقتي اللي هي اختبارات الاكتشاف المبكر من اول يوم داي 1 في الشهر الثاني، حقق ايه وما حققش ايه، في الشهر الثالث حقق ايه وما حققش ايه. يعني النهارده مش فيه وانت الطفل بيدخل في مراكز الامومه والطفوله مش بيبتدوا يعملوا له الغده الدرقيه لحسن يكون عنده كده؟ النهارده في اختبارات نفسيه لو علمناها للاطباء اللي موجودين جوه الوحدات دي هنكتشف مبكرا جدا ان الولد ده بينمو في كذا بس ما بينموش يعني في كذا. ممكن من الشهر الثاني نبتدي ده. حتى في حتى كنا حطينا مره زي بروبوزل كده ان مع الولد بيروح الاطفال بتروح تاخد 2، 4، و6 دول تطعيمات اجباريه. مع 2 نعمل الاختبار، مع 4 شهور نعمل الاختبار ونبتدي نقيه، ده مش هيكلف ولا الام. لا ده لسه يعني ده لسه افكار يعني. انا عايزه اسال حضرتك دكتوره هبه عشان تعرفي انت في التطعيمات تدركي كمان هو الطفل عنده ايه او ما عندوش ايه.